بسم الله الرحمن الرحيم. عجبا للفقير، كيف لا يغتني وهو عبد الغني؟ هل يستطيع الفقير أن يغتني؟ نعم، إذا وثق تمام الثقة، إذا وثق تمام الثقة أنه عبد الغني. كيف ذلك؟ هيا نتعرف على هذا ونتفهمه معا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نكون بك ربي من المغرورين. أما بعد، عجبا للفقير، كيف لا يغتني وهو عبد الغني؟ كيف لا يغتني وهو عبد الغني؟ من أراد الغنى بعد الأخذ بالأسباب فليلجأ إلى الله بوسيلتين، فليلجأ إلى الله بوسيلتين. أولاهما الدعاء بإيمان صادق، الدعاء بإيمان صادق، والثانية الإنفاق، مطلق الإنفاق، والثانية الإنفاق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله: أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك. رواه البخاري ومسلم. شوف الحديث، النبي بيروي عن رب العزة يقول: قال الله: أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك. رواه البخاري ومسلم. وعليه المؤمن أيضا أن يلجأ إلى الله وليطلب منه وهو واثق في عطاء الله، لابد من هذه الثقة، وهو واثق في عطاء الله، وهو مؤمن ومصدق. يعني وهو بيطلب من ربنا هو مؤمن، الإيمان الأصلي بتاعه، وإيمانا جازما صادقا بأن الله سيعطيه وأنه قادر على العطاء له. والله عند ظن عبده، أنا عند ظن عبدي بي، فليظن عبدي بي ما شاء. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. اسمع، الإيمان والتقوى دي مهمة جدا، احنا بنقرأها كده لكن لابد أن نفهمها فهما حقيقيا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات السماء بالقطر، ثم الإنبات من الأرض والخيرات تعم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، حينما نقرأها للوهلة الأولى نظن أن التقوى أصعب من الإيمان. لا، الإيمان المطلوب هنا صعب جداً، لأن الإيمان درجات، هناك درجة عادية، ولكن الدرجة المطلوبة هنا في هذا الأمر إيمان مصدق، إيمان رجل مؤمن مصدق بالله. والإيمان درجات كما قلنا، والإيمان يزيد وينقص، والإيمان المطلوب هنا هو أن تبصم بالعشرة لله بالرضا والتسليم الحقيقي، هو أن تبصم بالعشرة وتسلم تسليما وتمضي على بياض بأنك راض على ما قدر الله
وتقول في كل أحوالك قدر الله وما شاء فعل. إيمان فيه تسليم جازم بالرضا بقضاء الله، وتقول في كل أحوالك قدر الله وما شاء فعل، مطلق الانقياد والتسليم لله. وتخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، وتخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، وتستشعر ذلك بإيمان وصدق وتصديق، وتسلم تسليما جازما حقيقيا، وتخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. كان الإمام أحمد يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. لأن الإيمان المطلوب في استحضار عظمة الله وطلب الرزق من الله بثقة، بثقة في عطاء الله، الإيمان المطلوب هنا هو الإيمان يعني اللي هو راقي جدا، إيمان تكون فيه مستحضر أن الله هو الغني، هو الحي الذي لا يموت، هو الذي عنده خزائن السماوات والأرض، هو الذي بيده العطاء كله والقدرة كلها والقوة كلها والرحمة كلها سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن يعطيك ولن تعطى إلا أن يأذن الله. كل المخلوقات لا تستطيع إعطائك إلا بعد أن يأذن من؟ الله الغني. فيا عبد الغني لا تطلب الغنى إلا من الله. الإمام أحمد بيقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وسئل رحمه الله، الإمام أحمد سئل رحمه الله عن زيادة الإيمان ونقصانه، فقال: يزيد الإيمان يعني يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع، وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع. الإمام أحمد بيقول كده، يعني شوف الإمام، الإيمان يعلو حتى يبلغ أعلى السماوات السبع، وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع، ويكون اسمه إيمان بس إيمان يعني ضحل، إيمان منزوع البركة. لكن الإيمان المطلوب هنا هو الإيمان الذي تسلم فيه لله تسليما، تسلم فيه لله تسليما، وكونك تسلم لله تسليما يعني تطلب من الله وترضى ساعة العطاء وساعة المنع. يعني لو طلبت ومنعت أنت راض في كل الأحوال، أنت راض، ساعتها سيكون غناك في قلبك، والدنيا تكون في يديك ولا تسكن قلبك، وتستحضر ساعتها دعاء الصالحين الذي تعلمناه دائما في حياتنا: اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. لأن الدنيا إذا سكنت القلوب خربت كل خربت القلوب وخرب كل شيء إذا سكنت الدنيا في القلوب. لكن نقول: اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، ونقول أن الإيمان يزيد وينقص، والإيمان المطلوب عند الدعاء بالغنى وعند الدعاء بالعطاء هو الإيمان الراقي الذي تسلم فيه تسليما، مش إيمان لأجل الغنى، لا لا، ده إيمان أصيل بالله، ولكنك تطلب ممن تؤمن بأن أمرك بيده، وأن العطاء لك منه لا من غيره. يبقى طلبك للعطاء وللرزق من الله هنا هو جزء من الإيمان، الإيمان الراقي اللي هو بتكون فيه تسلم تسليما. يبقى هنا طلبك للعطاء من الله أنت علمت أن لك رب يرعاك فتطلب منه، فالطلب هنا جزء من إيمانك بالله، لا أن يكون إيمانك بالله بسبب رغبتك في الطلب والعطاء من الله. افهم هذا جيدا وحرره في قلبك قبل عقلك. وقلنا أن الإيمان يزيد وينقص، قال تعالى:
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، اسمع، ويسلموا تسليما. بتكون بتسلم أمرك لله تسليما، تسليما حقيقيا. قال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وإيه وتسليما. ده النوع اللي بنقول عليه، هذا النوع هو المطلوب هنا في هذه الصفة وهذه الحالة. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو عنده إيمان لكنه يجعله إيمانا زائدا يصل إلى الدرجات الراقية في الإيمان، بحيث يسلم تسليما، إيمان يجعله يسلم لله تسليما، راض بكل الأحوال وبكل الأقدار بالله سبحانه وتعالى. وكان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا، يعني يلا نزود الإيمان بتاعنا، هلموا نزداد إيمانا. أيضا سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول، عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم زدني إيمانا ويقينا، اللهم زدني إيمانا ويقينا. كل هذا يجعلك كمؤمن بالله حق الإيمان، إذا طلبت أي شيء وإذا طلبت الغنى والفرج والسعة من الرزق لا تطلبها من مخلوق، وإنما أطلبها من الخالق الذي أراد منك أن ألا تسأل إلا إياه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لابن عباس إيه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يبقى إذن جزء من الإيمان هو أن تسأل ربك، أن تطلب من ربك. اوعى يكون الإيمان تمهيد لكي تطلب، لا، الإيمان يكون إيمان أصيل بالله، وجزء منه هو سؤال الله. تبتسأل ربنا لأن سؤال الله جزء من إيمانك. أمال هتطلب من مين؟ أمال لما تكون محتاج لشيء هتسأل مين وهتطلب من مين؟ السؤال يكون لله والطلب يكون من الله، لأنه إلهك الحق سبحانه وتعالى. فيا أيها الفقير يا عبد الغني، كيف لا تطلب الغنى من ربك الغني؟ فيا أيها الفقير يا عبد الغني، كيف لا تطلب الغنى من ربك الغني؟ اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.